والله ما نعرف شو بدي اعمل بهاليوم، عن جد ملل. احسن اشي اروح اشتري ملابس، ما عندي ملابس. وانا بقول هيك برضه، رح نختار لنا كم لبسه حلوه احسن. بس اذا حدا سال عني قولي له راح مشوار وراجع، والله مليت من الشغل وتعبت من الشغل. تمام، الله يعطيك العافيه. خليني احسن اشي اروح اشتري لي لبسه هيك مرتبه، كشخ فيها بعدين بصير خير. بس مو تعرف السكرتيره كيف تفهم علي لما بحكي معها عربي وهي بتحكي معي انجلش. والله ما نعرف، عالم غريبه. خلينا اخذ هاي السياره لانه صراحه مالي خلق اليوم سباقات وسبورت. صراحه في خطه ببالي، اخ بس اخ لو الاقي حد يساعدني فيها. انا بصراحه مش عارف، ان شاء الله هاي الشغله اللي ببالي تزبط. والله صار لي يومين بفكر فيها، خطه حلوه بصراحه بس برضو خايف، خايف من قصة الشرطة. خليني اروح على محل الملابس هذا بعدين بصير خير. ناقص الواحد مشاكل والله. والله كأنه هاي دراجة ابو وطن ترى. يا الله هسه لازم اروح اصلح هاي قصة. والله انا مشبع على هاي كأنها هاي دراجة ابو وطن والله. اعتقد انها دراجة ابو وطن يا عم، انا متاكد هذه دراجة ابو وطن اكيد 100%. خلينا نشوف هو ولا نشوف. هلا ابو وطن يا عمي، هذا ابو وطن يا عمي، انا بقول هذا ابو وطن. هلا والله، هلا حبيبي. شو بتعمل وين قاعد؟ اخبارك؟ والله عم نشتري هالبس، شوف عينك نكشخ شوي. والله معلم كاشخ كاشخ، يعني ايش الطقم الحلو؟ ايوه معلم، تعرف شو؟ اجيت والله جابك، تعرف؟ اسكتي شوي هسا بقول لك شو بدي اسمع. في شغله براسي صراحه من الصبح انا زهقان وبفكر فيها وبدي حد يساعدني يعني، وسبحان الله الله بعتك لإلي. فايش قلت؟ قول معك. قول لي. بقول طيب. بس مش هسا، لانه هسا بتعرف يعني احنا مكان عام هيك، فايش رايك بنروح عندي على الشركه؟ طيب ونتفاهم. اوكي نو بروبلم، ليتس جو. قبل ما نتفاهم صراحه انا حبيت الطقم تبعك، من وين شريته؟ هاي من هذا المحل من هنا والله. اي يا انيس توصي فيه لصاحبنا، خلاص انت وقف هنا وهي بتزبطك. والله شوف طلع علي. اوه والله ما يكفي يا عمي سطوري. هاي سطوري يا معلم. المهم امشي خروح على الشركه. أوكي. وبفهمك ايش راح نعمل. طيب يلا مشينا. تعال وراي معلم. بس والله البدله مرتبه يعني حتى لايقه على الشركه، تصدق؟ الف عليك، انا ما البس غير الشيء الواو يا حبيبي. ماركه أبصر. ماركه تركب معاي سيارتك ولا والله كيف؟ آه يلا نركب معاك. يلا اركب خلص، خلنا بس نخلص معلم برجعك. اركب 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 معلم اركب. الله بوطن زي ما قلت لك في يا زلمه، اخر يا زلمه زي ما قلت لك في قصه هيك ببالي صراحه قبل كم يوم صارت صراحه، دخلت راسي كثير. بس خلينا نوصل الشركه ان شاء الله وبقول لك على الموضوع. تمام يا معلم. معلم هذا الجراج، وصلنا الشركة هسا نتكلم كلام معلمة. كيف كيفك؟ ما عليك. اوكي يا معلم انا مبلش. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ايش هذا الحلاوة؟ ايش الكراج الحلو؟ والله يا بطل كلفني، والله والله كلفني. والله والله بدها ولا السيارة هذه يعني. انا شايف هاي السيارة الحمراء اللي وراه. ايوه شايفها، دفعت دم قلبي فيها يا زلمة. حلو، تفضل تفضل، شركة شركتك تفضل. حبيبي حبيبي يا بتمرة، الله يسعد لي قلبك يا بوطن. لا من بعدك من بعدك معلم. تفضل تفضل. من بعدك يا خلينا نقعد على طاولة الاجتماعات يا معلم. تشرب شي؟ والله السكرتيرة بتاعك مزة. سيبك منها. اسمع، في عندك هون بيبسي؟
بيبسي. بصراحة انا بدي اخذ لي كاسة. اخذ لك كاسة. انا بعرف البيبسي هذاك ابو ثواني بس بالله. في عندك معلش في في يعني براحتك براحتك خذ اللي بدك اياه. انا بحب هاي البيبسي، بحب البيبسي هاي. خذ راحتك، المكان مكانك. هيني هون على الطاولة بستناك معلم. فخلص وتعال. عوافي. صحة 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 صحة. رجل. يلا هيني جيتك. امورك معلم وتصفي لي نفسك هيك لانه جاي لك في موضوع على كيف كيفك بصراحة. هيا تمام هيا تمام. هلا والله هلا 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 هلا. هذه يا معلم صوتها عالي هاي بالتليفون صراحة، والظاهر انه مش حنعرف. المهم قول لي يا معلم اسمع. ايش عندك؟ تتذكر المهمة اللي سويناها انا وياك وابو علي وبومبو وسيكتور من قبل كم يوم؟ ايوه ذكرها صراحة. يعني خليني اقول لك ان انا كنت انسان على باب الله، يعني من بعد هالمهمة صح اللي كم من بيزة هيك كم من ايش بتعمل؟ ليش بتكش بمناخيرك ولا بتحكي بعينك ولا ما انا عارف؟ لا بس في عن هون جو حار شوي. هو معك حق، المكيفات خربانه شوي بس راح اصلحها ان شاء الله. المهم انا شريت لي طلع لي سبوبتين حلوات هيك بيستي، وشريت هالشركه الحلوه هاي. بس بصراحه يعني قلت اسمع ليش ما نسوي نفس القصه هاي و... يعني بصراحة في سيارة هيك حاط عيني عليها وقلت بطلع لنا منها كم من قرش حلوين. فإلك مصلحة معلم؟ أنا اللي مصلحة يا كبير أفع عليك. طيب معنا تقوم معي من تعملك مصلحة؟ يلا تعال معي على المكتب، خليني أقول لك موقع السيارة وين وكل إشي ونظبط الوضع. وبما انه الدنيا ليل يعني هسه عزها عزها. اول ما تفرق معاك والله اقول لك حتى لو صارت نهار صدق الا اجيبها اجيبها. تمام طيب ريح طيب ريح ريح على ما اظبط الوضع معلم. طيب مظبط امورها وكل شيء تمام التمام. تمام جاهزين؟ كله تمام يا معلم. إذا إلك مصلحة يلا مشينا. الحقني توكل على الله. أنا الليلي مصلحة كبير راح. إذا بدها بدها والله بدها فلوس يا زلمة. الطفر ذبحني ذبحني. عادي عادي تون يا أبو تمرة تون. خلاص تام كلمتني أنت حتكبر الفقر يا معلم. يلا معلم جراج واحد توكل على الله. أنا هنزل أستناك تحت. ها ماشي ماشي خلاص. اوكي كبير توكل على الله. جيتك. تعال معلم. يلا معلم ليتس جو يا حبيبي يا حبيبي. معناته شوف اللي حيصير اللي حيصير واحد بيسرق السياره والثاني بيرجع بالسياره هاي. تمام مو مشكله عادي، بس بدنا واحد يكفرها يعني لازم مثلا انت تسرق السياره وانا اكفر لك. خلص ولا يهمك. لا بتزبط بتزبط ما عليك. تمام بس ترى لو زبطت سرقه هالسياره معلم حتزبط يا معلم. ما في شيء ابطل محطينه فيه وما بيزبط. فلوس روح فلوس. والله بصراحة يعني هذه المهمة اللي عملتها مع الشباب صراحة عجبتني ودخلت راسي كثير. تعرف يلا وصلنا. وصلنا انا اطلع سلاحي انا. لا لا بطل استنى شوي نسمع ال ال هدي هدي في عصابة عصابة عصابة. هدي هدي يا معلم هدي. انتبه هذولا بدنا نحاول نقصهم من بعيد. تعال معي تعال وراي تعال. استنى هذول اسمع. لا لا اركب 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 اقول لك اركب. خلينا نقصهم من بعيد نشتبك معاهم. ما لنا الا هيك يا معلم يعني يا مع. طب معناته خليني اوقف والله. السياره هاي بعيد اصبر شوي. وقفها بعيد. ايوه ايوه وقفها بعيد. انت راح اوقفها هون. اسمع استلم انت عندك. أيوة. وانا بستلم من هون. اغلبهم كلهم اعداء راح يكونوا هذولا. ما بعرف اللي راح يركض اللي راح يركض اتركه اللي راح يقاوم. اسمع راح اسوي حركه انا. السياره هون هي. السياره هون راح اجرب اسوي حركه انا. راح امشي عندهم عادي واجرب اركب. لا راح السياره راح يضربوك. انتبه راح يضربوك. اي حدا غريب يقرب منهم راح يضربوك. طب انا راح احاول احميك من هنا.
روح بل روح قرب ادخل ادخل حاول تركب السيارة. معلم أوكي. بلش يطخ علي بلش يطخ علي انت في يطلع بلع هيد شوت ادي راسك ابطل تعال راسك اركب انت. تعال اركب سرقت السيارة سرقت السيارة يلا تعال بسرعة اسمع حلو السيارة اللي عندك ليش ما تاخذها كمان طريق نبيعها لك روح روح يا كبير هسه وقت تبيع وهذا روح يلا معلم لما سرقت السيارة بس بدها شوية تصليحات لانه لقيت عادي معلم 1800 دولار وترجع جديدة روح يلا بس حاول ما تصيد ولا يهمك كبشة روح يا كبير روح هاي السيارة قدام اوبا لاحقين هذول ابو بطل كفر كفر ابو بطل كفر روح خالصة السيارة نزل الشوفير هذا كفر 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 معلم هاي سيارة ثانية بتلحقنا هسه روح يلا لازم نروح على الوير هاوس على السريع نخبي السيارة هناك بعدين تنحل معلم هذول خلاص ما عاد يلحقونا شكلهم ضيعونا شكلهم والله ما في الا هيك يعني ما في ولا سيارة ابو تمرة اللي قاعد يسوق يزم شو مالك انت والله كفو عاش اطلع يمين اطلع يمين لا تخاف شايف الطريق بس كان في سيارة مسكرة عادي اوكي رواق هيو وصلنا معلم تمت المهمة بنجاح خلاص صلى بيني وبينك السيارة هاي فايبر معلم مرتبة سيارة حلوة هلا بعد التصليح بنشوفها كيف راح تصير لا مرتبة معلم عاش كبير والله كفو شايف يا معلم لما ترجع السيارة جديد شوف حركات شوف والله شي مرتب شوف لي هالسيارة بالله هاي سرقتها اليوم الصبح لا حلو صراحة كنت لحالي بس والله كانت ايدي على قلبي والله كفو عليك طيب ايش رأيك نروح نبيع اللي سرقناه يعني في عنا سيارتين الك مصلحة نبيعهم نروح نبيع تنتين روح يا معلم يلا خلاص تم ابشر ليش لا روح دق الحديد وهو حامي يا معلم ما بلاش نروح يومنا هيك على الهواء طيب ابو وطن تمت الصفقة معلم بديك تعدل على السيارة اللي معك خلاص ما تخاف يا معلم كون كله باللوز لا تنسى ترمي تشيل منها التراكر عشان ما يتبعونا طيب اهم اشي طيب ما تخاف يا معلم امورك تمام عدل وزبط براحتك وغير النمرة غيرتها ايش رايك معلم بالسيارة اوكي يو جود تو جو جيت اوفر تو ذا فاير وذاوت سستيننج دامج بس كأننا احنا مختارين نفس اللون يا معلم صح عم يلا بينا يلا مشينا روح معلم روح خل بينا روح كبير روح انا وراك بس خل بالك عشان ما ينقص فلوسنا حاول ما تضرب السيارة لا تشيلها بعد اوكي يا كبير وراك انا وراك معلم وراك بسرعة 1000 انتبه انت بلعب تضربني بس اسمع بديش اخسر بالسيارات ولا دينار ها انتبه خلنا ما نسرع كثير خلنا نمشي عادي ها عمهلك عزيت يا كبير تبياه بعديك هذا مسرع 1000 اللي قدامي يا شيخ ولو شايف قدامه اسبقك ولا ايش؟ خلك وراي ايش؟ حسك مش صاحي يا زلمة بالسواقة يا معلم انت بيبين عليك هيك يمكن ما بعرف انا عندي 100 يا حبيبي هاي وصلنا قربنا بعد يا اخي بعد صراحة انا كمان ايش مزبط له اياها اخر تزبيطات للزلمة هذا يعني هياخد سيارة ايش مرتب ايش صار ابن اللذين ضربني ابن اللذين معلش فداك معلش قلنا فيها 500 دولار مش كتير يلا معلش فداك حبيبنا 500 دولار منعوضك فيها بسهرة يا معلم ولا يهمك انا ضيعت الطريق هيني وراك وراي تعال
اوبا يا زلمه في واحد لف علي لفه الله لا يوريك. مشكلتهم يا اخي يرفعوا الضغط هذول الشوفيريه اقسم بالله. يلا وصلنا نحن يا معلم، خلينا نسلم السيارات نضل ماشيين. قول يا رب. هاي وصلنا. ايوه يا معلم هاي بتستنانا الان سي هون. والله موجوده. ايوه انا دخلت صفيت السياره وانا وقفت يا معلم. عاش. ايوه اعطونا الفلوس. عاش يا كبير. 74448 حلوه والله حلوه. يلا هسه نروح نرجع على الشركه. تعال تعال نطلع برا ونتفاهم نتكلم بقيه موضوعنا. يلا الله يعطيك العافيه ابو وطن حبيبي يا ابو تمر. الله يعافيك. فينيشينج الله يعطيك العافيه. والله ما قصرت. ف اسمع كل ما صحت لي هيك شغله مهمه جديده اشي قصه حطيت عيني على سياره راح اخبرك. واكيد تمام يا كبير. شغل ما بعد ان شاء الله. خلاص تم. متى ما اشي خبرني وانا موجود دائما، يعني دائما فاضي ما عندي اشي. اكيد اكيد الله يعطيك العافيه. بدك شيء؟ ابغى سلامتك حبيبي. انا حتصل واحد من الشباب يجي ياخذني ولا حتصل اي حدا يجي ياخذ نفسياته. اذا بدك بوصلك عندي الموتور بتاعي هناك. والله يلا روح 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 يلا خلص بروح. يلا تعال. اركب يا اخي اركب. توكل على الله. لا ايش في يا زلمه؟ ما عملت شيء يا زلمه. ايش في يا زلمه؟ والله اني بحالي يا زلمه. اتركني يا زلمه بالله عليك. يا زلمه خلص روح يا زلمه روح روح يا زلمه روح. توني متحمم وحالتي حالي يا زلمه. روح. كسرت شباكي يا معفن يا زلمه. شو بالك يا زلمه؟ يا زلمه خلص روح يا زلمه روح. بدي شبتلي ايش فيك يا زلمه؟ روح روح والله ما هي ناقصيتك الشغله. روح. لا حول ولا قوة الا بالله. هيك كسر. جايب معك الشرطة مش جاي. تصدق ايش مالها ملابسك كلها دم ولك؟ لا غيرتها كلك دم يا زلمة. عندك باين كل دم. كلك دم علي. ولك راح بس افتح لي باب السيارة لو سمحت. اركب اركب. فتحت. اركب. افتح يا ابن العلال افتح. ما اعرف ايش كيف. استنى شوي اشوف كيف من حرف الام يمكن صح؟ لك عاش. سرقت السيارة بنجاح معلم. بس راح يلحقونا راح يلحقونا بسيارات. روح روح بسرعة لا توقف. سرقت السيارة الغلط ابو طن. على عصي. اسمع راح اروح على والله حلوه كمان السياره. ايش رايك فيها؟ يوم شايف فينا العيد. اول مره اسرق سياره ما باين عليك. قلت لك عليها البنا اسرق يا طيب.